أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث نجح الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة دوري السوبر للمحترفات بعد أن تغلب على نظيره فريق سبورتينج في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ضمن منافسات البطولة. وقدم الفريق عرضا قويا تحت قيادة الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 73-68 ليحصل على لقب البطولة قبل مواجهة الجزيرة والتي تقام الآن على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق رباعية دوري السوبر للمحترفات وبطولة دوري المرتبط وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. ونتابع أبرز ردود الأفعال حول التتويج بلقب دوري السوبر في التقرير التالي. الفرقة دي فرقة تستاهل، والله بجد فرقة تستاهل، كلهم سنهم صغير رجالة بمعنى كلمة. السنة اللي فاتت خسرنا من اسمها رايح جاي، خسرنا جيم الشمس، خسرنا من سبورتنج 3 مرات، النهاردة بنكسب سبورتنج 5-2، سبورتنج بطل مصر بقول هارد لك. إن ناخد الأربع بطولات السنة دي ده إنجاز ما بعده إنجاز للبنات دي، البنات دي تستاهل وتستحق. الحمد لله، مبروك للنادي الأهلي، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للجمهور، مبروك للبنات، مبروك لكل الأهلوية. فعلا مش عارف اتكلم غصب عني، ان هم يكسبوا وبالشكل ده ويخلصوا قبل الدوري بيوم، الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا الحمد لله. ويا رب ان شاء الله نوع جمهور الاهلي البطولة العربية اللي جاية ان شاء الله، وبطولة الافريقية اللي جاية ان شاء الله. اتمنى الدعم من مجلس الادارة والنشاط الرياضي للفرقة دي عشان هي تستحق، لان هم بعيد جدا عن البطولات العربيه والافريقيه ان شاء الله. وبشكر نادي الاهلي، وبشكر جماهير نادي الاهلي، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا. احنا بجد تعبنا، الحمد لله هارد ورك بيز اوف، يعني الحمد لله رجعنا الدوري للاهلي تاني، ده رجعناه بيته الحمد لله رب العالمين. احنا كل ماتش احنا ايد واحده، مش مهم مين اللي بيلعب ومين اللي بيلعبش، مهم ان الخمسه في الملعب هم الخمسه اللي بره وهم هم السبعه اللي بره، كلنا بنشجع بعض. المهم عندنا الجول بتاعنا ان احنا نكسب الحمد لله. السيزون ده لازم نرجع الدوري، احنا خسرنا الدوري السنه اللي فاتت بماتش فيصل لعبناه وخسرنا بوينت، وكنا نفسنا نرجعه، فاحنا قلنا السيزون ده مش هنخسر ولا ماتش، احنا قدها، احنا بنبتدي كلنا صغيرين وابتدينا نكسب، فكان لازم نحط يعني نغير الموضوع ده ان احنا خلاص هنكسب وخلاص احنا هناخد بقى في التوب بقى يعني شويه ونكسب الاربع ماتشات. طبعا احنا كلنا فرحانين جدا، احنا مش قادرين نوصف سعادتنا، يعني يا رب يكون الجمهور فخور بينا. احنا تعبنا قوي السنه دي، فربنا كرمنا بالاربع بطولات، ان شاء الله بهدفنا افريقيا وبطوله عربيه. يعني شكرا لكل الجهاز الفني، لكل اللعيبه، كله تعب بجد، من اكبر واحد لاصغر واحد، لكل الناس تعبت، ده مجهود سنه كامله ربنا في الاخر كرمنا بيه الحمد لله. طبعا النهارده يعني حتى لو احنا ناقصين حد فاحنا كلنا فرقه واحده، حتى لو حد مصاب كان على البنش موجود بروحه بكل حاجه، يعني احنا ما كناش ناقصين، حتى لو ناقصين في الملعب لا كان زياده بالروح، فدي حاجه اهم حاجه ان احنا نبقى مع بعض كلنا في ظهر بعض، ده اللي ساعدنا ان احنا نتفوق على اي حاجه. يعني حاجه بصراحه بسم الله ما شاء الله، يعني الفرقه يعني دايما ريم بسالها تقول احنا روحنا واحده، احنا كذا، عمرها ما بتتكلم على نفسها، انا بقى اقعد اتكلم عليها بنتي بس. وان شاء الله هي مسافره قريب فرنسا تلعب في البطوله دي، يعني منقين احسن بنات في العالم، والحمد لله يعني انا فوجئت بصراحه بالدعوه، كانت حاجه عظيمه يعني. والنادي الاهلي طبعا له فضل رهيب، يعني انا من الناس اللي لعبت اخر سنه في حياتي ليا في الاهلي، والنادي الاهلي يعني انا مش عارف اقول لك ايه،
يعني انا يعني انا مقيم في امريكا وعايش في امريكا. السيستم بتاع النادي الاهلي لا يعني ما يتغيرش, يعني مش ما تقدرش تقول ان هو سيستم, مش عايز اقول يعني عايز اقول انه سيستم عالمي. قال محمد عادل المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين بعد استئناف مباريات كأس النصر, وأوضح عادل أن الفريق لديه دوافع كبيرة للفوز بالكأس بعدما توج بلقب الدوري ليجمع بين البطولتين المحليتين من أجل إسعاد الجماهير. وشدد المدرب العام للفريق على أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع المباريات بجدية كبيرة واحترام شديد لجميع المنافسين في إطار السعي نحو الفوز باللقب.